ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا أن كاريان الغول بظهر المهرز بمدينة فاس يعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس وقوع حالة فوضى بعد العثور على شاب جثة هامدة نتيجة وفاته خلال قيام السلطات بهدم أحد المنازل في إطار عملها الخاص بهدم المنازل العشوائية. وأوضح المصدر ذات أن الساكنة أحاطت بجثة الشاب البالغ من العمر قيد حياته 48 سنة ومنعت السلطات والوقاية المدنية من نقله إلى مستودع الأموات، مشيرا إلى أن ساكنة كاريان الغول عبروا عن غضبهم الشديد محملين مسؤولية وفاة الشاب إلى السلطات التي تكفلت بعملية الهدم. وأشار المصدر نفسه أن السلطات تحاول في هذه اللحظات إقناع ساكنة الكاريان بضرورة نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.